محمد بودن محلل سياسي. في الواقع مشاركة المرأة في الحياة العامة بشكل عام فهي تعرف في الحقيقة تطورات، ولكن في نفس الآن تعرف تعثرات، والمؤكد بأنه في 20 سنة الأخيرة تحققت الكثير من المكاسب بالنسبة للمرأة المغربية على مستوى المشاركة، ولكن أنا أميل للتمكين يعني الشامل للمرأة، بحيث أن التمكين السياسي يمثل فقط جزءا أو يعني جانبا من تمكين المرأة، فلا يمكن يعني أن تكون هناك جهود على المستوى السياسي من أجل تمكين المرأة وإشراكها، ولا تكون هناك جهود موازية يعني بالشكل الأكبر لتمكين المرأة اقتصاديا وثقافيا. وأعتقد أن أهمية مشاركة المرأة ف تتجلى في يعني المساهمة في يعني تنمية الوطن وكذلك الزيادة في سرعة البلاد. وأيضا لابد من الإشارة إلى أن مشاركة المرأة أيضا تعطي صورة إيجابية عن المجتمعات، فأعتقد بأنه فعلا هناك معيقات يعني تعترض مشاركة المرأة، منها ما هو مرتبط بالمرأة نفسها، ومنها ما هو مرتبط بالعقليات، منها ما هو مرتبط بنظرة المجتمع، منها ما هو مرتبط بالتشريعات. ولكن المؤكد أنه على مستوى الأرقام هناك تطور حثيث بالمقارنة مع البلدان يعني الموجودة في محيطنا الإقليمي. في الواقع تمثيلية المرأة في التشكيلة الحكومية الأخيرة أو بالأحرى في الصيغة الحكومية الأخيرة فيمكن النظر إليها من زاويتين. الزاوية الأولى زاوية كمية، يمكن أن نقول بأن مشاركة المرأة من حيث الاستوزار فهي ليست في المستوى المطلوب بالنسبة للطبقة النسائية. و يعني الزاوية الثانية هي زاوية نوعية وتتعلق ب يعني مستوى مشاركة المرأة خاصة على مستوى القطاعات التي تم تكليفها بها. فالمرأة لم تعد مقتصرة على القطاع الكلاسيكي المعروف وهو الأسرة والتضامن والمرأة، بل يعني ستساهم في تدبير قطاعات مهمة كالسياحة والاقتصاد التضامني وكذلك السكنة والتعمير وأيضا الجالية، وبالتالي فهذه قطاعات مهمة. يعني تختلف زوايا النظر من الزاوية الكمية التي تنظر على أن مشاركة المرأة تضاءلت وتراجعت، فإذا الحكومة مقلصة يجب أن نستحضر هذا، ولكن على المستوى النوعي هناك مشاركة للمرأة في قطاعات ذات وزن على المستوى الحكومي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.